علاش
يلا على الاخوان الدين توما اللي درتو في بي بي اس توما هذا توما هذا وحتوما دروس التربيه نشين الحمد لله واحد حدا ضر غياب با باش يسخن شي واحد ما كان في هذه البلاد كما كان القراد ديالو نشيت واري محترمين تحترم القوانين صافي شي داخل انا كنكل وصايا شي قوانين باش بالو وصايا نشين نرفض نقول الحوار هذه 2 دقائق سبحان الله صافي وشنو كان قال الحوار لانه غادي نقول الاحترام ديال الاسلوب هو اذا صافي نش درتو على بي بي لا لا يمكن نومنا ديال العاهرات ديال الكوميساريه صاوبتك كيسجل الطريقه شق المواطن الفاسدين تعاملنا كيسجل الطريقه فما نشي لا شي قا المناضلين للمنطقه فما هذه نقا النخبه المنطقه هنا ما خزري نضال فما المخيا هذا قيسمح هذه الشغل تسجل تناضل خي جنسي دو 90 شو 90 وبعدا مارود نسيت الشيء الحريه المعتقل حريه المعتقل المعتقل حريات المعتقل أولا اليوم أتكلم بصفتي كمواطن مغربي ومن منطقة الريف الحدث وهو الحدث الذي يفند جميع شعارات الدولة التي تدعي أنها انتقلت نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات اليوم حزب الاتحاد الاشتراكي نظم تجمع خطابي بمناسبة الدعاية للدستور الجديد وإذا به الزيدي أو حسن طارق أحد أعضاء المكتب السياسي ديال الاتحاد الاشتراكي يخطب على الجماهير ويدعي أن حزب الاتحاد الاشتراكي هو من يحمي الناظور وهو من أتى بالمشاريع الناظور مواطن له غير على المنطقة فندى من وراء المنسى أو من وراء سياج المحيط بالمنسى قال الاتحاد الاشتراكي انتم ما عطيتونا والو ما كاين لا حقوق لا والو البوليس او الامن في شخص السلطه المحليه والضابطه القضائيه والامن الوطني دخلوا على اساس اعتقلوا هذا المواطن اللي عبر على رايه بكل حريه اعتقلوه واحد الاعتقال تعسفي واختطفوه في سياره ديال الامن حنا دابا ما عارفينوش فينا هو كاين وقفة احتجاجية أو اعتصام عند مركز المداومة ديال الأمن الوطني في الناظور على أساس باش يطلقوا المعتقل. اللجنة ديال الحوار دخلت باش تحاور مع السيد أو السادة المسؤولين ديال الأمن الوطني. السادة المسؤولين ديال الأمن الوطني واجهوا الأخ شاكيب الخياري اللي هو مناضل حقوق المعتقل الحقوقي سابق وأعضاء أو أبناء الريف واجهوهم وقالوا لهم أودي أنتم اللي درتوا لنا الصداع عند ذاك النهار عند الآخر عند حزب التقدم والشركية. اليوم المواطن اللي كيعبر على راسه أو على رأيه كيعتبر مواطن تيدير الصداع كيعتبره مواطن مخرب مواطن كيخل بالأمن العام في حين أن الملك في الخطاب ديالو اللي ما فاتش عليه حتى سيمانة تأكد أن المغرب انتقل نحو الديمقراطية وجاب دستور جديد كيقر وكيحترم حقوق الإنسان وكيجرم الاعتقال التعسفي والاختطاف القسري. اليوم الحدث اللي عيناه بغض النظر الاعتداءات اللي شملت المواطنين اللي كانوا كينظموا وقفة احتجاجية أثناء اعتقال المواطن من طرف الباشا السلطة المحلية والأمن الوطني ودخلوا فيهم بالسيارة اللي هذه هي السيارة ديال الأمن. المواطن حنا كنطلبوا باش يطلقوا سراح المواطن اللي اعتقلوا الامن لانه عبر على رايه. شكرا.